السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا الدرس. في هذا الدرس بنتعلم كيف نقوم بالتعامل مع أداة التكست فيو اللي هي الخاصة بإدخال النصوص. طبعا بنستخدم التكست فيو في التعريف عن الحقول المعينة أو عن مربعات نص أخرى. ممكن بنستخدمها في التعريف عن المدخلات. مثلا أنا بستخدم الآن اللينر اتش وبضيف داخلها الادوات اللي هي التكست فيو، تمام، وبضيف داخلها ايضا اللي هو الايديت تكست، وبغير خاصيه الايديت تكست الى مثلا ماتش بارنت، تمام، بهذا الشكل. طبعا انا عشان اوضح ايش الغرض من استخدام الايديت تكست لابد ان اترك تسميه لهذا التكست فيو، وبترك التسميه مثلا name وبسوي حفظ، تمام. فالآن أنا وضحت إن الغرض من إدخال هذا المربع أو إدخال بيانات في هذا المربع بيكون لغرض إدخال الاسم أو النيم. فممكن أيضا بطريقة ثانية نستغني عن النيم وبنستخدم اللي هو الإيديت تكست ونغير خاصية الهنت إلى مثلا نكتب كتوضيح او تلميح نكتب name بنسوي حفظ. كده يكون وضحت وتبين ان الغرض من استخدام هذا المربع هو ادخال النصوص اللي هي توضح عن الاسم او تطلب الاسم في هذا المربع او هذه الاداة، تمام. ايضا بامكاننا ان نقوم بتوسيط المربع النص او النيم او التكست فيو، بامكاننا نتركها في وسط المكان في وسط مساحة العمل. اذا حبينا ننشئ اول مشروع لنا على السكتش وير بطريقة الهيلو وورلد، فممكن نغير حاليا خاصية الارتفاع للهايت نخليها ماتش بارنت، وبعدها بنروح نضيف اداة اللي هي التكست فيو، بنروح نغير خاصية الجرافيتي لللينر اتش ونخليها سنتر هوريزنتال وسنتر فيرتيكال، تمام، نخليها متوسطة بشكل عمودي وبشكل افقي. ايضا نقدر نغير النص الى الجملة اللي هي هيلو وورلد، تمام، بهذا الشكل، وبنسوي حفظ لها. وممكن نغير الستايل الخاص بها الى بولد، وايضا نغير حجم الخط الى 25 مثلا، انا بخليه 25. ايضا ممكن تغير لون الخط الى اي لون ترغب فيه، مثلا بختار هذا اللون، وبعدها بسوي بناء للتطبيق، تمام. الان بروح اسوي ران وأعمل بناء للتطبيق. طيب نتخطى الإعلان وننتظر حتى يتم بناء التطبيق. الآن تم البناء وبسوي الآن تثبيت للتطبيق. وبسوي الآن فتح. وزي ما انتم شايفين ظهر معنا أول مشروع لنا على السكتشوير بالجملة اللي هي هيلو وورلد. وهنا ايضا زي ما انتم شايفين اللي هو مدخل النيم بالاعلى، ممكن ندخل اي نص في هذا المكان. طبعا هذا كان باختصار هو كيف ننشئ لنا مشروع اول مشروع على السكتشوير بطريقة مبسطة لنا، وان شاء الله في الدروس القادمة بنتكلم عن الادوات بشكل مفصل وبنشرح نماذج للتطبيقات وبنشتغل اشياء اكثر متقدمة عن السكتشوير. وألقاكم إن شاء الله في الدروس القادمة في أمان الله.